ربما يكون همها على الكاميرات، عايزة انها تبقى نجومية، ربما همها على الناس في البلد، اول مرة اصلا في حياته يشوف تلفزيون او يشوف مصور صحفي، فعايز يبان ان هو دخل وعمل بطولة، ربما عايز يزايد عشان يظهر تقوى اكتر من الاخر، او وطنية اكتر من الاخر، او علم وثقافة اكتر من الاخر. فانا اخشى ان هذا المجلس يكون من داخله مش على قد الطموحات. هذه الانتخابات مستواها العام على قدر الطموح، يعني فيها درجة عالية جدا من النزاهة رغم بعض الأخطاء الطبيعية، وفيها درجة عالية جدا من الإقبال، إنما ما أخشى إن مجلس الشعب يكون أقل من مستوى إقبال الناس في الانتخابات. يعني لما كان موجود حتى في جامعة الإخوان المسلمين قام زي المرحوم الشيخ عمر التلمساني، وكان موجود في البرلمان الشيخ صلاح أبو إسماعيل والأستاذ مأمون الهضيبي والأستاذ مصطفى مشهور، وكان الشاب اليافع وقتها عصام العريان، وكان في شخصيات، مش مجرد إن هو عضو في الإخوان المسلمين معناها إنه بقوة الشيخ عمر التلمساني أو قيادات الإخوان التقال اللي كانوا موجودين، مش مجرد إنه نائب إخواني معناها إن هو عنده الإمكانات الحقيقية لقادة الإخوان التاريخيين طبعا. يعني ممكن يكون إخوان المسلمين وقاعد ما يعرفش يتكلم، ممكن يكون طيار إسلامي وقاعد مش حافظ القرآن الكريم، لا يحفظه، يعني لو سمعتي له مش هيحفظ، ممكن يكون طيار إسلامي وقاعد مش ملم بشكل فقهي بقواعد الفقه وأصول الفقه وعلوم التفسير وطبقات الصالحين، ممكن ما يكونش عنده دراية، ممكن يناقش الاقتصاد الإسلامي هو متدين ما يعرفش لا اقتصاد وضعي ولا اقتصاد إسلامي، لأن ده موضوع في اجتهادات ومؤلفات ومجلدات ضخمة طبعا. ممكن ما عندوش طاقة لهذه المجلدات، ده وعايش شوية نجومية. وأيضا في التيار المدني ربما بعضهم داخل علشان يتمنظر، واحد داخل عشان عينه على الغرب يقول ده النجم الليبرالي اللي موجود في البلد، واحد داخل عشان خاطر يوزع الكيكة مع الآخرين، واحد داخل عشان عنده طموحات سياسية فيما بعد والبرلمان طريق لهذا الموضوع. ما يمكن أن يتهم به التيار الإسلامي في البرلمان، يمكن أن يتهم به التيار المدني في البرلمان طبعا. عشان كده إحنا زي حساب يوم القيامة، كل واحد لوحده، ما يقوليش أنا أنتمي لحزب النور، أنت نفسك شخص صالح ولا فاسد، أنت نفسك شخص محترم ولا مش محترم، أنت شخص فاهم ولا مش فاهم، أنت شخص وطني ولا هتغرقنا، أنت شخص بتروح تذاكر وتقرأ مضابط الجلسات وعارف يعني إيه مشروع قانون، يعني إيه طلب إحاطة، ولا هتخش تهرتل عشان خاطر نعديك أن أنت في حزب النور تعمل شو يعني. لازم يبان أن أنت بالذات الأحزاب الإسلامية والأشخاص اللي جدد في الأحزاب الإسلامية والأحزاب المدنية اللي هم طلعوا شباب لأول مرة أو شخصيات لأول مرة في الحياة السياسية لازم يثبت أنه يستحق هذا المكان. طيب خليني أسألك، طالما بتتكلم أستاذ أحمد على المكان تحت قبة البرلمان وعمل كل مرشح، عفوا بقى هيكون كل نائب بقى خلاص أصبح نائب تحت قبة البرلمان لصالح الشعب، هذا الاستقطاب الغريب واللغة الاستعلائية والعدائية ما بين التيارات التيار الإسلامي السياسي والتيارات المدنية تحت قبة البرلمان، هل تتوقع أنه تكون اللغة أقل حدة أم أنه سيستمر الاستقطاب والاتهامات المتبادلة، أنتم متخلفين ورجعيين والتانيين أنتم علمانيين وكفار وبتوع أمريكا وأنتم بتوع إيران، يعني هل هتستمر هذه اللغة ولن نصل إلى يعني شيء في مصلحة الشعب، ولا برأيك إن وجودهم تحت مكان واحد حيعمل نوع من الحلول الوسط والتوافق الوطني ونخرج بنتيجة برأيك؟ الحقيقة إن المتوفر احتمالات الصدام أكبر من احتمالات الوفاق، إنما تظل احتمالات، فوارد يبقى في الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى يحصل هذا الصدام، كوكبين خبطوا ببعض، إنما وارد مع الوقت هيتعرفوا على بعض وياخدوا موبايلات بعض، واللي عنده بي بي ام هيتعرف على بي بي ام التاني، واللي عنده ايميل هيبعته للتاني، بس على الله بيقولوش انها بي بي ام، ومره عزومه ومره عشاء ومره غدا، وممكن بقى رمضان هيكون قرب، فممكن فترات في رمضان ممكن تقرب الناس يبقى فيه الفه شخصيه زي ما حصل في الثوره، يعني لما كانوا في ميدان التحرير بتلاقي السلفي واقف مع المسيحيه اللي مش محجبه دول بيحموا دول وهم بيصلوا والعكس تماما، يعني بس الموضوع بس مش الميدان عفوي، انما دي مصالح، يعني دول هيشرعوا قوانين وهيديروا شركات وهيدخلوا مليارات أو يخرجوا مليارات، يا يبنوا البلد يهدوا البلد، فالمصالح تختلف عن الخروج البريء في ميدان التحرير. اللي في ميدان التحرير ليست له مصلحة شخصية، له مصلحة وطنية تبقى كويسة. اللي موجود في البرلمان أول ما يعمل الكارنيه
بقت له مصلحة شخصية أيا كان مصلحته الشخصية أن يبقى في البرلمان، وفي واحد يحب يخش المجلس وبعدين الناس يخرجوه بعد كده يسقط، هيحب يبقى في هذا البرلمان. ثانيا هيحب يبقى رئيس لجنة، نائب رئيس لجنة، رئيس المجلس، وكيل المجلس بالنسبة للي هم نجوم البرلمان. يعني إذا قلنا أن المستشار الخضيري ممكن يكون الأرجح رئيس المجلس، والأستاذ جورج إسحاق أيده النهاردة في الصحف أن الأستاذ الخضيري يكون رئيس المجلس، هنفترض أن الإخوان المسلمين قدموا رئاسة المجلس، حزب النور لازم يكون منه وكيل المجلس طبعا، لأن هو الكتلة الثانية، وممكن التيار المدني يكون منه وكيل آخر. فهيكون في سلفي لأول مرة في تاريخ مصر هو رقم 2 في البرلمان المصري وكيل مجلس الشعب. فإذا هيكون الإخوان رئاسة المجلس والسلفيون مع الليبراليين مناصفة وكالة المجلس. تيجي بقى اللجان العامة، مين هياخد الأمن القومي؟ لأن دي مسبحة طبعا. مين هياخد لجنة الزراعة عشان دي كتلة الفلاحين المصريين كلهم؟ مين هياخد الصناعة عشان ده البيزنس والاستثمار وأكتوبر والعاشر والبرج العرب والمناطق الحرة والكلام ده كله؟ فيكون في بقى مذابح داخلية دي ما فيهاش رحمة. لكن بعد ما تنتهي المذابح، بعد أن يسقط الغبار، هل يا ترى هيشتغل بالمسؤولية الوطنية ولا لا؟ ده هيتوقف على مستوى ثقافة الأعضاء. هل هم عارفين أن مصر فيها كارثة، ولا هيقعدوا يضربوا نار في الهواء فرحانين بأن هم دخلوا مجلس الشعب؟ لو واحد محترم بجد ومخلص بجد ووطني بجد وقلبه على مصر حقيقي، والله العظيم لا يبكي يوميا أثناء وجوده في مجلس الشعب. والله هذا الكرنيه لا يشرف أحدا، لأنه الوقت صعب جدا أساسا جداً. يعني هم فرحانين أن دخلوا المجلس، بس عندهم مهمة صعبة جدا، ومن الصعب ومن المستحيل أن ينجزوها أصلا، لأنه الحالة الاقتصادية زي ما ذكرت يعني متردية، الحالة السياسية والحالة الاجتماعية أيضا، الناس مستعجلة يا أستاذ أحمد، ما عندهاش الصبر. تمام، والمحيط الإقليمي صعب، وده ركام سنوات طويلة جدا. أنا بقول للسادة المشاهدين، إذا لقوا عضو مزغطط كده جوه مجلس الشعب ومنتشي، أعرف أنه غير مخلص والله حقيقي. يعني هو الحالة ده المعيار طبعا. البسيط، أنا بقول لبسطاء الناس، المعيار البسيط كيف تحكم على إخلاص عضو مجلس الشعب في المرحلة القادمة أيا كان توجهه. إذا لقيته شايف نفسه ومنتشي وطوس وفرحان بنفسه وقاعد تنطط في مجلس الشعب، شايف كده في روح معنوية عالية ومبتهج كده ومتدلع، اعرف ان هذا الشخص غير مخلص لهذا الوطن. المخلص هيكون طول الوقت مهموم، وطول الوقت في كرب وطني حقيقي، وطول الوقت قلقان ومتوتر لاننا في محنة وفي خطر. اللي هتلاقوه منتعش اعرف انه غير مخلص، او انه قبله واحد عبيط دخل في الزفة دخل مجلس الشعب. فهذا العبيط السعيد بنفسه انه في مجلس الشعب واللي شايف واقف يتراقص قدام الكاميرات، اعرف انه غير مخلص. طيب خليني اسالك بقى سؤال مهم جدا استاذ احمد. البرلمان القادم منوط بمهمه يعني مهمه جدا في تاريخ الامه كله، وهو اختيار اللجنه التاسيسيه لوضع وصياغه الدستور العتيد. وهناك طبعا جدل عقيم دائر منذ فترة أنه مدنية دينية ديمقراطية وأسماء كثيرة لا أنزل الله لها من سلطان. برأيك هذه العقبة الأولى في أمام البرلمان القادم، هل سيصطدم هذا البرلمان بالمجلس العسكري بالحكومة الموجودة؟ كيف سيتم غربلة وتشكيل هذه اللجنة التأسيسية اللي كل واحد عايز ياخد فيها نصيب الأسد ويفرض سطوته على الدستور القادم؟ احنا لا شك في مأزق، وأنا كنت أميل لاجتهاد الدكتور عمرو الشبكي وهو باحث سياسي رصين لما كتب قبل كده على إبقاء دستور 71، مش إبقاء الشرعية الثورية تسقط الدستور خلاص. بس كان الاستفتاء اللي فات، لكن ده كلام بقى بأثر رجعي، كان ينبغي أن يكون على الدستور كله اللي هو دستور 71 وهتغير فيه، لابد أن تسقط مادة 50% عمال وفلاحين. هذا خبل، بقاء هذه المادة خبل سياسي. نمرة 2، مدة رئيس الجمهورية أقترح أنها تكون 5 سنوات، لأن 4 قليل و 6 سنين كتير، وفي دول 7 سنين، ف5 مدة معقولة، بحيث يبقى خطة خمسية اللي هي الفترة الرئاسية الأولى، وخطة خمسية الفترة الرئاسية الثانية، ويبقى أقصى حاجة يقعدها حد معنا عقد من الزمان 10 سنين ونخلص منه حتى لو هو أعظم رجل في التاريخ. المواد الدستور الأخرى طبعا في اتفاق وإجماع خلاص على كل القوى السياسية، مادة تانية من الدستور كما هي، فإذا يبقى 50% دي تتغير،
رئيس الجمهورية مدتين فقط وخمس سنوات بالأساس. أنا ضد تقليص سلطات رئيس الجمهورية بالشكل الذي يثار الآن. أنا أعلم أنه أنت بتؤيد دولة رئاسية وليس دولة برلمانية. دولة رئاسية قوية. تمام. وأنا أؤيد سلطات كبرى لرئيس الجمهورية. كبرى ولكن ليست لا متناهية كما كان يحدث. والله أنا مع أنها تكون كبيرة. مش عادية. يعني نظام رئاسي الرئاسة فيه أقوى مؤسسات الدولة. لأن في فرق بين دولة قوية ناجحة خلاص زي دول غرب أوروبا وشمال أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي فرق بين دول بتتبني. ده احنا ما فيش حاجة عندنا. احنا المفروض دلوقتي يكون بلد زي جرجة ولا بركة السبع تكون زي نيس وكان. لأن القاهرة زي باريس. احنا كنا من 80 سنة حين نشأت جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 كانت مصر أجمل، القاهرة أجمل من باريس. والله ذكرتني بالمشهد الجميل للفنان عادل إمام في فيلم عمارة يعقوبيان لما كان ماشي مع هند صبري في الميدان، أعتقد ميدان طلعت حرب. وبيقول مصر كانت أحلى من باريس بكتير. والموضة كانت بتنزل عندنا قبل باريس. إيه اللي حصل وكان بلا نقاش حزين على البلد؟ بلا نقاش. أنا شفت الدكتور طبعاً محمد البردعي الروائي العالمي المصري علاء الأسواني طبعا كاتب هذه الرواية الجميلة. تمام. ده كلام مظبوط، يعني ما فيهوش أي مبالغة. أنا قابلت الدكتور محمد البردعي في فيينا، كنت بتمشى شوية في شوارع وسط فيينا، فقال لي إن هو نفسه لما راح كانت القاهرة جميلة جدا. أما بقى في جيل والده كانت القاهرة أجمل من فيينا. شوف دلوقتي فيينا فين وباريس فين، ده المدن العربية بقت فين، مدن إفريقيا بقت فين، وإحنا تراجعنا إزاي. فلدينا هم كبير في بناء هذا الوطن. هل أنا هسيب اتخاذ القرار؟ حزب النور بيتخانق على الحرية والعدالة. حرية والعدالة بيتخانق على مصير الأحرار. مصير الأحرار بنفس مع الوفد، والوفد بنفس مع الجبهة، والجبهة مع قائمة الثورة مستمرة، ودول يقولوا أنتوا فلول، ودول يقولوا أنتوا كفار. هيبقى ده وانتوا علمانيين. هنخش فيه يعني ربما مزابل من القول والسلوك داخل مجلس الشعب. ده مجلس ما يبنيش. انا مع سلطات محدودة لمجلس الشعب. انا عارف دلوقتي مصر كلها ضد هذا التيار، مصر كلها بتغني لفكرة البرلمان. لا، انا مع برلمان له سلطات محددة ومحدودة، وضد أن يكون مجلس الشعب أعلى سلطة في البلاد. أعلى سلطة في البلاد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية، ومجلس الشعب سلطة تالية في البلاد مع نظام رئاسي قوي. تقليص بقى سلطات رئيس الجمهورية عشان نخليه بلا قدرة على الأداء، خلاص بنبوظ البلد، بنركع مصر. هنقعد نهرتل جوه مجلس الشعب كتير جدا، ونطلع مشاريع قوانين، ونقعد بقى نغني وفلان وافق وفلان رفض، وهنخش فيه بزنطة جديدة. لن يبنى هذا